التحركات القضائية الأخيرة ضد شركات نفط عملاقة كم لها من وزن، وهل كانت ضمن الحسبة في تغيير نظرتكم للقطاع بأكمله من بعد الداونغريد اللي عملتوه في بداية العام تقريبا للشركات الكبيرة؟ شكرا على الاستضافة. عندما تصدر المحكمة حكما ضد شركة ما فيجب أخذه على محمل جد. صحيح أن بإمكان شركة مثل شيل الطعن في الحكم الصادر بحقها، لكنها أكدت في الوقت نفسه أنها ستمتثل له. لدى شيل خطة بالفعل لخفض انبعاثاتها والامتثال لاتفاق باريس المناخ، وما قالته المحكمة هو أن على الشركة تسريع جهودها في هذا المجال. أعتقد أن ما حدث أمر هام، ونحن في وكالة S&P خفضنا تصنيف شركة شيل لأننا نتبنى وجهة نظر أكثر تحفظاً بشأن الصناعة النفطية بأكملها. تأثير التغير المناخي وتحول الطاقة على صناعة النفط والغاز أمر بالغ الأهمية، لأن هذه الشركات ببساطة تكسب أموالها من خلال إنتاج النفط والغاز. وفي الوقت نفسه لاحظنا أيضاً تراجع عوائد رأس المال وربحية شركات الطاقة خلال السنوات العشر الماضية، وأضيف إلى ذلك أن تقلبات أسعار النفط والغاز أصبحت أكثر حدة، وما حدث في 2020 أكبر مثال. إذن هذه العوامل، أي انتقال الطاقة وتراجع الربحية وزيادة التقلبات، جعلت نظرتنا أكثر حذرا تجاه الصناعة بأكملها. طيب الضغوط اللي بتواجهها الشركات الأوروبية والأمريكية بخصوص ربما الأكشنز من شان تغيير المناخي، هل برأيك تعطي أدفانتج للشركات اللي خارج هذا الإطار الضاغط، على سبيل المثال اللي بروسيا بالصين أو غيره؟ هذا سؤال مهم، وهو أحد الأشياء التي ركزنا عليها. بعد أن اتخذنا نظرة متحفظة تجاه الصناعة النفطية، قمنا بخفض التصنيف الائتماني لبعض الشركات كشيل وإكزون موبيل وتوتال، وأيضا كان لدينا نظرة متحفظة تجاه بعض شركات الطاقة الخاضعة لتصنيفنا في الصين، لكننا لم نخفض تصنيفها الائتماني لأن هذه الشركات مرتبطة بالحكومة. شركات النفط الوطنية قد تكون في وضع أفضل من شركات النفط الكبرى في هذه المرحلة، لكن ليس جميع شركات النفط الوطنية في المكان ذاته. هناك بعض شركات النفط الوطنية في روسيا والشرق الأوسط تتمتع بتكاليف إنتاج منخفضة وبكثافة كربون منخفضة في منتجاتها، وأيضا باحتياطيات نفط وغاز طويلة الأمد. التحدي الذي قد تواجهه هذه الشركات هو تراجع الطلب على النفط على مدى العقود المقبلة، وهو أمر قد يفرض بعض الضغوط على هذه الشركات. طيب ألا تعتقد بأنه سيكون من الصعب قانونياً أنك توجه أو تلصق تهمة التغيير المناخي والتأثير على المناخ بشكل مباشر بشركات النفط والغاز قانونياً؟ قد لا أكون ملماً بكامل التفاصيل نظراً لكوني محلل مالي ولست محامٍ، لكن بحسب فهمي للقانون فإن المحكمة الهولندية بنت حكمها في قضية شيل على ما يعرف بواجب الرعاية، وهو مفهوم يمكن تطبيقه في دول أخرى، وهو أيضا نفس المفهوم الذي بنت عليه المحاكم الهولندية حكما نص على تقصير الحكومة في مسألة التغير المناخي عام 2015. لكن في الوقت نفسه قبل بضعة أشهر وجدت محكمة الاستئناف الأمريكية أن شركات النفط الكبرى غير مسؤولة عن الحد من مخاطر التغير المناخي، وأرجعت المحكمة قرارها في جانب منه إلى أن الاحتباس الحراري يمثل مشكلة دولية أكثر من كونه مسألة محلية، وهو نهج معاكس تماما لما اتخذته المحكمة الهولندية. لذلك أعتقد أن الجانب القانوني سيبقى مرهونا بما تراه وتقرره المحاكم، في حين لن يكون أمام الشركات سوى الامتثال. هل برأيك أن الشركات اللي عندها كثافة أكبر بالانبعاثات بدأت تدفع الثمن استثماريا في ظل التحولات الحالية؟ هل لديكم ربما بعض الأرقام التي تثبت ذلك بالضرورة؟ فيما يتعلق بالشركات، أعتقد أن شركات الوقود الأحفوري بشكل عام معرضة للعديد من التحديات، وفي مقدمة هذه التحديات هو خطر تحول بعض أصولها لأصول عالقة، أي فقدان هذه الأصول لجدواها الاقتصادية، وذلك إذا ما تراجع الطلب على منتجات الوقود الأحفوري في مرحلة ما خلال الأعوام والعقود المقبلة. بالنسبة للمستثمرين سيرتبط الأمر بالموقف الذي سيتخذونه،
هل سيفضلون تجنب مخاطر هذه الشركات بالكامل أو أنهم سيواصلون الاستثمار في هذه الشركات والعمل على دعمها للتحول نحو الطاقة النظيفة؟ بالتالي فالخيار هنا متروك للمستثمرين. شاهدنا شركات الطاقة الأوروبية تركز على التحول والاستثمار في الطاقة المتجددة والكهرباء ومصادر الطاقة النظيفة، لكن ما هو مهم هنا هو القدرة على استبدال التدفقات النقدية التي يحصلون عليها من النفط والغاز بتدفقات نقدية أخرى، سواء من الطاقة المتجددة أو حتى من بيع القهوة في محطات الوقود. وباعتقادي هذا هو السؤال الأهم.